الممثل فتحي الهديوي يحكي على مسلسل أولاد مفيدة اللي هو يشارك في بطولته سنين إن شاء الله، وأكد في آخر تصريح إعلامي ليه أنه الموسم الخامس هذايا هو آخر موسم في مسلسل أولاد مفيدة، وحكي على النهايات متاعه ما هيش باش تكون كما نهاية الأجزاء اللي سبقت الكل. فتحي الهديوي قال الجزء هذا من المسلسل فيه برشا عبرة وحكم، وباش نشوفوا كيف أصحاب العضلات والقوة والباندية ما عندهم وين يوصلوا، والنهاية باش تكون مأساوية التراجيدية. وهذه رسالة من المسلسل اللي لقى برشا 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 انتقادات في المواسم اللي فاتت، على اعتبار وانه قاعدين يصوروا اللي اصحاب العضلات والقوة والعنف والمخدرات والقيم الخايبة كل في المجتمع هما اللي ينجحوا كأخوات معناها، وينجحوا في الدنيا وينجموا يعني يتغلبوا على كل الصعاب، في رسالة خاطئة للمجتمع التونسي. وبعد هذه الانتقادات يعني تقرر انه تكون نهاية الموسم الخامس اللي هي نهاية المسلسل ككل باش تكون عندها رسالة ايجابية على انه العنف والشر والكل ما هوش باش ينتصر في الاخر، باش ينتصر الخير، واكيد باش نتابعوا اجزاء هذا المسلسل.